لا لا خويا ما صاف ما بغيتش نهضر، حيت اصلا واخا غادا نهضر وغادا نطلع في اللايف وغايشوفوني وما غايديروا معايا حتى شي حاجه، غايقول لك هذه غير باغا تنصب. يقدر يكونوا شي محسنين زعما اللي غيتعاونوا معاها. خويا الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين. عاش الملك، عاش محمد السادس. كنطلب من الناس المسؤولين والناس المحسنين يشوفوا في الناس ديال الموقف ويتعاونوا معاهم. احنا نساء مقهورين، كدوز علينا هنايا الشتا، كدوز علينا البرد، كنتكرفسوا. ضروري خاصنا نديو النهار ديالنا لوليداتنا، وكاينه اللي كاريه ما عندهاش حتى السكنه، كاريه بالنسبه لي انا كاريه وعندي وليدات، بيت واحد فيه انا وولادي، حنايا في اربعه الناس كاريه. بشحال كاريه؟ كاريه ب 12000 بيت بحال القفص، في انا ولادي ونخلص الضو ونخلص الماء. الراجل ما خدامش، عير جالس، دائما انا اللي كنجي نتكرفس. شحال كتصوري في النهار تقريبا؟ شحال كنصور في النهار؟ 100 درهم 150 درهم، حنا مع الحباب ومع الجواد. لما خدمناش بعد المرات كنبقاو هنا خمس ايام ربع ايام ما كنخدموش، كنجيو على البرد والشتا نتكرفسو وكنرجعو بحالاتنا. شنو المشاكل اللي كتوقع لكم في الديار؟ كتكرفسي كتضربي تمارة وفي الاخر هي تتجبد لك 100 درهم ولا 1600، تتقول لك هاك يا هما فلوسك خدمتي، تتقول اختي ديال اش هادي؟ ديال التكرفيصه اللي كرفستيني، ديال السدادر اللي هزيت، ديال الطلامط اللي لمت، ديال اش اختي هاد الفلوس؟ كتقول لك انتم شبعانين ما بقيتوش باغيين تخدموا، حنا كرهنا. واش دابا خويا انت بالنسبه لك كتخرج 100 درهم كتعطي الملحان وكتاخذ بحال 400، تاخذ نص طره ديال الزيت وباكي ديال السكر، كيضربوا عندك يومين تيتقاداو لك عندك الوليدات. الدراهم هذوك ما نهضروش عليهم. الدراري ما بقاش قابلينهم، بنتي عندها 5 سنين تنعطيها درهم تتقول لي لا عطيني الكبيره هذه ما دايزاش. حتى هي ولات عارفه. واولادك الاخرين شحال عندهم؟ قول لي شحال من راه قلت لي. دابا عطينا الحاله الاجتماعيه ديال هاد الناس كاملين، واش كلهم مقهورين؟ كلشي خويا مقهور، كاع اللي كتشوفي بارك حدا هاد الحيط راه مقهوره، واخا كاين اللي عندها السكنه ولكن راه مقهوره، ما عندهاش مصروف، ما عندهاش اللي يصرف لها على وليداتها، ما عندهاش العوين، ربما الراجل ديالها مريض ما خدامش، ما كاين ظروف. في نظرك انت كتباني لي راك قاريه شويه مزيان وهذا، شنو هو الحل باش ما يبقاش هاد الموقف ديال النساء؟ شنو اللي خاصهم؟ خاصهم اخويا مساعدات من الناس المسؤولين، خاصهم يشوفوا في هاد الناس ديال الموقف مساعده دائمه، على الاقل يديروا لهم غير شي حاجه، غير شي حقوق ديالهم، باش انه هاد النساء محترمين كيخدموا على وليداتهم جالسين في هاد البلاصه مشرفين معززين، كتجينا قفه تجينا معاونه تجينا حاجه نحسوا براسنا حتى حنا عندنا قيمه، حتى حنا النساء خدامين على وليداتنا ومكرفسين، راه خاصها تكون عندنا واحد القيمه كبيره، حيت كنخدموا بعرك كتافنا باش كنوكلوا وليداتنا بحلال وطيب، وكنجلسوا هنايا حدا هذا الحيط من الصباح حتى العشيه. راه الواحد واخا يكون القلب ديالو حجر ويبقى يدوز عليك في الصباح وفي العشيه ويشوفك جالسه كمراه حدا الحيط، راه شي حاجه زعما شنقول لك. كيجيو كيعاونوكم بحال هكا وخا ما تخدموش؟ بعد المرات لقطات كيجيو شي ناس محسنين ولا هذا كيجيبوا لنا بحال هكا الطعام ولا الخبز ولا شي سيده كتعطينا شي بركه شي 4000 ولا شي حاجه تنقسموها كاملين. كتجي بعد المرات شي وحده كتعطيكم شي ماشي فلوس تقسموها؟ تنقسموها شي 4000 ولا 5000 بحال هكا، ولكن كي غديري لها كتجيك 10000 كتنوض على الفوضى. وعلاش كتنوض على الفوضى؟ حيت غتجي 5 دراهم الوحده ولا 10 دراهم، اشنو دايره؟ عندكم الامينه ديالكم هنا؟ لامين كاينه دريه مكلفه بينا هنايا، الا جاب شي واحد فاطمه الزهراء واحد الدريه، كاين اللي جاب شي واحد شي مساعده ولا شي حاجه كتشدها هي وكتقسمها علينا بالمساواه، ماشي الرئيسه ديالنا ولكن كيحتارموها، فهمتي؟ كتقول الدريه تقول انا نقسم عليكم هذا الشيء، ثقه وتاهي عندها وليداتهم معقوله. هذا الشيء اللي كاين. كنطلبوا من المحسنين يعاونونا، الله يكتب يا والدي. هانتوما الزراري التعاكي. علاش ما داش اجي هنايا؟ علاش ما يديروش لكم واحد المركز بالمقر ديالو بحال هكا، واللي بغى شي فامينا يجي يجينا هانيشان. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انايا. شي مؤسسة ديالنا ولا شي حاجة. شي جمعية. ترعاها شي جمعية تكون مسؤولة عليها وهذا يخرجوا البنات تاهما ما يتكرسوا ما تحجبوش. وبالنوبة وبالنوبة وكل شيء يخدم وكل شيء يكون بخير. مزيانة الفكرة هذه. مزيانة الفكرة تاهي زوينة. ياكي. محميين على الشتا. نتحماو على الشتا ونتحماو على بزاف الحوايج. تدينا نخدموا. حنا خاصنا شي قيمة، حنا خاصنا قيمة، حتى حنايا راه عيالات مكافحات مسؤولين كنتقاتلوا على وليداتنا كنكبروا اجيال، حتى حنا راه هادشي اللي كنديروا حنايا في هذا الموقف كنخدموا باش نوكلوا وليداتنا، حتى حنا باش نقريوهم وباش نربيو اجيال اللي غتخدم هذه البلاد. حتى حنا راه كنعطيو وحنا جالسين هنا حدا الحيط، راه ماشي حتى حنا كنعطيو كنقريو في وليداتنا وكنكبروا فيهم باش حتى هما كيعطيو لهاد البلاد، يعني حتى حنا خاص يحسوا بينا.
عارفين اليوم راه 8 مارس عارفين 8 مارس حنا عيد المرأة عيد الأم عيد أي حاجة عيد الشي العيد الكبير كتلقانا هنا في التمارة كيدوز عندنا في التمارة والعيد لا هو بغي يقولك عاود يسولك راه عيد العذاب هو هذاك واش هذا عيد المرأة كتعرفوا اليوم كاين عيد المرأة كنعرفوا القهرة والعذاب والخدمة باش نديو لولاداتنا الخبز هذاك الشيء حنا ما كنحتفلوش به ما كنعرفوش عيد العالم هذيك يحتفلوا به ما كنحتفلوا اللي عندهم واللي خدامين وعندهم من كيروف عليهم عندنا الله سبحانه وتعالى وسيدنا الله يخليه لينا تعيش الأسرة العلوية السلام عليكم ولا بغيت نعطي النمرة باش يعاونونا المحسنين 06 75 50 62 32 وكيدينا مع القايشة كيدينا مع مقبلين على شهر رمضان شهر الغفران واللي باغي يدير فينا خير وهذا شهر الغفران واللي بغى يمشي للعمرة هاي العمرة هاي هاي أنا هنايا لا ما يمشوا العمرة ويصدق عينايا احنا محتاجين القفو محتاجين اي حاجة احنا مضرورين كدينا مع المعيشة امو يمشي كل نهار ورزقه نهار يجيب الله نهار ما يجيبش الله وكاين العدالة يتامى كاين اللي بنتها معوقة بحال هذيك المرة مسكينة بنتها معوقة هاجا هادي خاصها تخرج الموقف هادي خاصها هادي بنتها ما تشد عليها نشوف منجي شحال في عمرك شحال في عمرك هادا كتشوف انا ما نعرفش انا ما قارياش ما تكون عندها شي قارياش ما عرف ما قارياش هادا كتشوف المهم مشيت تشيل الموقف هنا هو واش غندير هذيك الدريه معوقه كاين هاد الشيء بوحدها معوقه عندي الدراري مجوجين وانا الدريه اللي كنخدم عليها معوقه دايره كروسه وعلى راسي وما ثلاث مسكينه تخرج ما والو كان دار لها الكروسه زادت بيها مشات ليا حتى للدار البيضاء بالكروسه هزت ركبت في الكار وزادت دابا رجعت رجعت راه رجعت ما قالتليناش حق قلنا لها الكروسه ما قالتليناش حق خلينا لها اه ولا دابا تريحها في الدار اه في ما عالم شحال كاريه ولا ساكنه دار لا انا باركه معاون اختي وهي يا باركه في دار باها دار باها شاده بويت مع خوتها كدير هي ما تاكل وانا المهم شي كتجي لهنا للموقف هنايا واش غندير عطاونا المهمين بحالكم كنجي الصباح ماشي كنجي كنجي مع ديك السته ست صباح ست صباح ترى هذه نسيبها مع تا هي هنا ست صباح ست صباح نجي هنا وملي يفوت العصر كنمشي بحال هكا كانت كتكون خدمة الجردة كاين شوية كاين شوية كنخدم في الكازو وانا كنخدم في الكازو وكنخدمو في الكازو الكازو ما تلاش الجردة كنخدمو في الجرادي ملي كانوا الجرادي ايوا اش غنديرو على حنا نجيو هنا لا جابش الله ولكن يعاونونا شحال درتي تقريبا في هذا الموقف هذا هو اللي راه كثر من اللي كان هنا سقول على اللوكلين هذاك عندي على 15 عام وهنا كان من اللي كان هنايا كان هنا كانوا ما كانش الصابون ما كان والو كانوا عجرادي كنخدموا في الجرده كانوا عجرادي ودركا الجرادي هذا حيدو مشاو داو من العين تكي اييه ودابا بقى هنا الصابون ولا كان شي كازو وصافي صافي على الميناج المهم شي باقا تقدي على ما نديرش اوليدي الميناج ما نكذب عليك كنمشي على الكازو كنديرو داك الكادوم وكنهبسو بحال هكا في الفيلات اه زعما كنديرو عاد كنغرسو داك الربيع عاي ولا جا شي حد ساعه ما تلاو يجيو كاع ولا يشدو هاتا هما الدراري قلت يا امي مشي كبرتي ومقلتي ايوا واش غنديرو على من غنتكا وهذيك شكون اللي غادي يدي ليه ما عندكش شي وليدات اللي زعما اللي خدموا عليك لا الولاد خدموا على روسهم كل كيخدم على راسه زعما يطلع لك ما يجيش يطلع لك زعما شوفوك ها يشوفوني هاكا يشوفوني راه يلا هزي الوليدات كل راه هاز راسو كل راه هاز راسه اش غنقول هي اللي عندها قالت ربي راه غتكون بخير صحه هادشي اللي ولي تفرش مالي عندي كوبتيرات السما طايرين باها مات نهار اللي كان باها نهار اللي كان الوالد عدار كان هازها ملي مات باها راه لقات لقاني وقارية كانت غادي نمشي لك لبوها الدرية ما تلات دركا ما تلات ملي نجي نقول له عاودي نقيدك ولا عاودي ندير نقول لك داك الشيء عكدو امي هذاك الشيء عكدو ملي نقول له عاودي نقيدك عاودي ندير لك هذيك الوقت تقول لي داك الشيء عكدو ما خليت فين جريت بيا والو ما كاينش اللي عرفها وراه دوكا مسكينة كتكحزو دابا حنا ان شاء الله رمضان حنا مقبلين على رمضان ان شاء الله كي غديري مع الوقت وكي غديري مع المعيشة ديالو واش غندير واش غندير داكشي اللي قسم الله عطاونا المولينين هنا راه كنبي ليا منه نجيبو لهم سكن خبز يجيبو لي كل نهار ونهار هادشي اللي كاين نجي مع الصباح ديك 6 تاع الصباح حتى ديك الربعة هادا ولا الثلاثة ونمشي بحالات جاب لينا الله كنبي ليا منه
الناس اللي بغيني يتعاونوا معاك ما يمشيو ما انت عندك هذا التليفون عندك عندي النمره دي عندي النمره ديالي النمره التليفون ديالك ها كنعطيها لك الا شافوا المحسنين باش يتعاونوا ها كنعطيك النمره لا قوليها قوليها لي ما نعرفش النمره ما نعرفش قلت لك مقاري انا الكبيره انت معروفه انا في هذا البلايص كبيره معروفه عاقول لي ما انا هي الكبيره هنايا صافي انا يجيو حتى لعندك هاجي بغيتي نعطيك النمره نعطيك هاجي عندي تعطيني النمره نقيدها نقيدها في المشاهدين عندي راه مع العنوان اللي بغى هاد السيده هادي مسكينه انه يتعاون معها وحنا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله المغفره وشهر التوبه انهم يتعاونوا مع هاد السيده صراحه تستحق المساعده عندك النمره ديال كاتبها في ورقه صافي نوض المشاهدين نبقاو معنا باش نشوفوا هاد النمره ديال هاد السيده هادي هذه هي النمره ديالها ماشي هايدي هايدي اراضي حطيها هنا حطيها هنا تمام ان شاء الله هذه هي مشاهدين النمره ديالها اللي بغاها يتواصل معاها في اي حاجه باش يتعاونوا مع هذه المسكينه هذه صراحه تستحق اي حاجه اي حاجه تستحق هاي صافي امي الناس دابا ردي البال غير التليفون ديالك راه غيصنعوا لك صافي الله يجعل ربي يحفظكم الله يحفظكم والله يعاونكم وحنا كنترجوكم وكان تعاونونا الله يجعل ربي يعطيكم العوين من عندهم هادشي اللي كاين كنجيو لهاد البلاصه كنشوفوا المؤمنين والمحسنين وكيجيبوا لنا الطعام يجيبوا لنا الخبز يجيبوا لنا انت تشوف مسكين هو هاد الولد هو مخرج لنا الصينيه مخرج لنا ديما كيوكلنا الله يجعل ربي هو يحفظكم ويعاونكم وكنطلبوا الله ويعطينا من عدو يعطينا ويعطيكم من عدو ويحفظكم تاتوما ويعاونكم ويسهل عليكم ايوا السلام عليكم خويا كدير خويا كنقول لكم بمناسبه عيد المراه كنوجه تحيه كبيره للنساء المغربيات ديالنا المكافحات المناضلات يعني عندنا امراات يعني مناضلات مكافحات رياضيات ثقافيات الحمد لله يعني المراه ولات كانها هي وراجل يعني ولات واحد المساواه كبيره بينها وبين الرجل يعني ولات واحد المساواه كبيره يعني الحمد لله ما بقاش واحد الفرق ما بين المراه والرجل يعني ولا كل شيء بحال بحال يعني ولات المساواه في كل شيء يعني ولات المساواه في الحقوق في الخدمه يعني ما بقاش يعني شحال هذا ديك الجاهليه ديال ان المراه ما تخرجش ان المراه ما تخدمش وان ولو عندنا تبارك الله عيالات رياديات ثقافيات ولو عندنا بوليسيات ولو عندنا يعني عيالات يعني العيالات دخلوا للثقافه دخلوا ثقافه كبيره يعني ولو كيخدموا وكيعطيو في اي مجال حنا هنا كنكونوا في الموقف كيجيو هكا الناس كيديونا انا خويا عندي بنيه وراجلي حتى هو ما خدامش مزيان وغير كارين وكنعاني من عده امراض انا كنجيو هنا للموقف نهار كيجيب الله نهار ما كيجيبش الله كيجيو كان الناس كيديونا كنديروا لهم ميناج كنخدموا لهم في الديور كنخملوا كنصيقوا وكل نهار ورزقوا بعض المرات ما كنخدموش كاع بعض المرات كترجعي وما كيكونش عندك كاع كترجعي بلا خدمه بعض المرات دابا حنا مقبلين على شهر رمضان اش غديري في شهر رمضان كنكون المعيشه ديال رمضان الحمد لله كيقول لك رمضان كيجيب رزقه وداكشي و كيقدروا يكونوا بعض المرات محسنين يقدروا يتعاونوا معك بشي حاجه يقدروا هذا والخدمه في رمضان يعني ما كتكونش الخدمه يعني كتكون الوقت ساكته يعني ما كتكون لا خدمه لا والو. باش كتجي الصباح تقريبا باش كتجي هنا؟ كنجي وكل نهار ومعاش مره كاين اللي كتجي هنا مع السته كاين اللي السبعه بعض المرات كتبقاي كتضلي جالسه من الصباح حتى العشيه يعني بعض المرات ما كتخدميش بعض المرات كتخدمي كتقدري تعطلي ومثلا انا بنيتي حاطه غير في المدرسه كنقدر بعض المرات كنتعطل عليها يعني ما كنجيش بكري بعض المرات كتقدر تبقاي كضطري انك تبقاي معطله كتواجه بزاف المشاكل بعض المرات كتخدمي عند شي ناس يعني كيخلصوك مزيان بعض المرات كتخدمي ما واحد الانسان ما كيخلصكش مزيان يعني كتعيشي كل نهار
لا انا مثلا انا من العادي ديالي ما كنديرش الثمن مع الانسان، ما كنديرش مع الثمن، يعني كيجي كيبغي يديني نخمن ليه كنخدم ليه كيقول لي صافي، كيقول لي شحال الثمن، كنقول ليه داكشي غنشقالك وداكشي اللي غادي تخلصني به راه انا غنشقالك مزيان انت غتخلصني، يعني هادشي اللي كاين، يعني ماشي الانسان غادي يدك وانت غادي تبقى تشطر عليه تعطيني القد والقد والقد والقد، يعني باش تقدري ديري واحد الكليان، باش تقدري مره اخرى يعيط لك يديك مره اخرى تشقي ليه، يعني ماشي كل مره معاش. بعض المرات راه كاين اللي كيجي هنا مع 6 الصباح، مره 6، مره 7، مره 8، بعض المرات واخا تجي، بعض المرات واخا تجي مع 6 الصباح، واخا تجي مع 8، واخا تجي بعض المرات ما كتكونش كاع الخدمه، بعض المرات حتى حد ما كيخرج، ايه بعض المرات حتى حد ما كيخرج، بعض المرات حتى حد ما كيخرج، وكتكون الشتا والبرد، بعض المرات راه الشتا كتصب علينا هنايا. حنا مديناش ولادنا خويا منين غن، حنا خويا ما كنلقاوش، حنا ما كنلقاوش، ما كنلقاوش، بعض المرات كتكون الشتا كتصب وحنا جالسين هنايا ما تقدرش، حنا باقيين ما كاين مين. اش اش اش